أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي
رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. الله أكبر، الله أكبر. ثم دمرنا الآخرين وإنكم بحين وبالليل. أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.
فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم.